بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا مع البرتغالي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني اللي احتفل بمرور عام على تواجده على راس الاداره الفنيه للمنتخب الوطني، وده منذ توليه او تعيينه تدريبا للفراعنه في يوليو 2022. ونشر فيتوريا عده صور عبر حسابه الشخصي على الانستغرام. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي استكمل تدريباته امبارح استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا بكرة في المواجهة القوية اللي هتجمع الفريقين في نهائي كأس الرابطة المصرية. الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك طلب تقرير شامل عن الاتحاد المنستيري التونسي قبل مواجهته في الجولة الأولى من البطولة العربية والمقرر لها يوم 28 يوليو الجاري، وشاهد الكولومبي عدد من الفيديوهات الخاصة بالفريق التونسي من أجل معرفة أسلوب لعب المنافس. محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك ظهر في أحد صالات الجيم خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية اللي هتساعده في عملية التأهيل من الصليبي، وبتعد مرحلة التأهيل اللي بيخوضها الونش هي المرحلة قبل الأخيرة ليه، واللي هيخوض بعدها مرحلة التأهيل في الملعب تمهيدا لعودته للملاعب. ميلان الإيطالي حقق فوز كبير على فريق لومازيني بنتيجة 7-0 في المباراة الودية اللي جمعت الفريقين ضمن استعدادات نادي ميلان لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024. نادي انتر ميامي الأمريكي أعلن تعاقده مع نجم برشلونة السابق جوردي ألبا في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وده بعد نهاية عقده مع نادي السابق. الإسباني المخضرم جوردي ألبا سوف يرتدي القميص رقم 18 مع النادي الأمريكي. نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن تعاقده مع الحارس الكاميروني أندري نونا قادما من إنتر ميلان الإيطالي بعقد لمدة 5 سنين مع خيار التمديد لعام آخر، وده خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. ألجيري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي كشف عن قائمة اليوسفي المسافرة للولايات المتحدة الأمريكية لخوض جولة من المباريات الودية، وده استعدادا للموسم اللي جاي. وشهدت قائمة يوفنتوس وجود اللاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوجبا على رأس قائمة يوفنتوس المسافرة لأمريكا بعد جاهزيته عقب إصابة طويلة بعدته فترة كبيرة في الموسم اللي فات.